انتقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي بحق وسائل الإعلام. وأعرب ممثل المنظمة المعني بحرية الإعلام هارلم ديسير في بيان عن قلقه بشأن الحظر الذي فرضه المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزة التركي على العديد من وسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرا أن هذه الإجراءات هي شكل إضافي من أشكال الضغط على الصحفيين، كما شدد على ضرورة بقاء وسائل الإعلام مستقلة ومحايدة وتعمل خالية من أي نوع من التأثير السياسي.